مرحبا منير عجم، بهالفيديو حجرب أعمل مقارنة سريعة بين إدارة المشاريع بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص. هلا أكيد بدي أقوله هو ما فيني عممه إنه بكل دول العالم وبكل المؤسسات الحكومية وعلى كل أنواع المشاريع، بس بطبع بشكل عام في بعض الفروقات ممكن تختلف. هلا خلينا نرجع اول شيء، لأننا مثل ما قلنا نحن سابقا بفيديوهات سابقه، اداره المشاريع اليوم كعلم الاداره وعلم اداره المشاريع هو بشكل عام ثابت من نوع مشاريع لنوع مشاريع، ويختلف عن الموضوع التقني للمشاريع. نحن هون مش عم نركز على الموضوع التقني ولا المهني للمشاريع، عم نركز فقط من منظار الإدارة. إذا بدنا نركز من منظار الإدارة، كل مشروع بغض النظر شو نوعه، من وين ما كان بالعالم، بغض النظر إذا كان حكومي ولا خاص، لازم يتبع نوع من شيء اسمه بروجكت لايف سايكل، أما بروجكت لايف سبان، امتداد ولا دورة حياة المشروع. بطبع القطاع الحكومي هو شيء لازم مثل أي غيره مشاريعهم، بالطبع حتتبع بروجكت لايف سايكل. واكيد بالقطاع الحكومي اكثر نحن بنكون عم نتكلم على جهات منظمات اللي هي بروجكت اونر، يعني مالكين للمشاريع، مش مقاولين ولا استشاريين ولا مقدمين خدمات كسيرفيس بروفايدر بانواع، ان كانوا بالتكنولوجي ولا باي نوع من البزنس الثاني. يعني بطبع بحاجه لاداره المشاريع بالقطاع الحكومي بحاجة تتبع منهجيات محددة لإدارة المشاريع. هلا يفضل نحن ما دائما بنركز، ونحن كشركة سكاد تطويرنا لمنهجية كامب اللي هي الكاستمايزبل اند ادابتبل ميثودولوجي فور مانجينج بروجكت، انه هي الفكرة هي كمنهجية نحن عم نعطي الأسس تبع بناء المنهجيات داخل المؤسسات، على شرط انه نقدر نحن نطورها ونعدل فيها ونخصخصها لكل نوع شغل محدد. هلا بطبع انواع المشاريع الحكوميه اكيد لازم يكون لها كمان نظام عمل خاص بالقطاع الحكومي مع منهجيات واضحه لاداره مشاريعها. هلا بطبع بالقطاع الحكومي يوجد عدد من المشاريع، في عندنا المشاريع الانشائيه اللي هي بتتضمن بطبع بناء مباني، مدارس، مستشفيات، مباني حكوميه بغض النظر شو نوعها. ففي عندنا اللي بنسميها نحن المشاريع الاستثمارية أم المشاريع الإنشائية، هي بتطلب بالطبع تصاميم هندسية وإنشاء وعمل عمليات إنشائية أما تشييد أما بناء حسب الكلام اللي نستخدمه. بالطبع كمان في عندنا مشاريع التكنولوجيا والاي تي والابلكيشن اللي ممكن تكون موجودة داخل المؤسسات. بالطبع في مشاريع خدماتية من كاستمر سيرفيس، أما استفتاءات، اما استبيانات للرأي، اما تواصل مع المجتمع، اما مكاتب خدمات، بغض النظر شو هي. في عندنا مشاريع خدماتيه، وفي عندنا مشاريع تكنولوجيا مثل ما قلنا اي تي وابلكيشن، وبالطبع في مشاريع يمكن يكون اداريه داخل المؤسسه من مشاريع تدريبيه لتطوير نظام محدد. يعني عندنا نحن حتى اذا بدنا نستعمل القطاع الحكومي مثله مثل القطاع الخاص، في مشاريع إنشائية وفي مشاريع تكنولوجيا وفي مشاريع إدارية بغض النظر، وكل هذه ممكن تتبع منهجية متشابهة مع طبعا مع بعض التعديلات. هلا وين بتصير التعديلات من منهجية لمنهجية، من قطاع عام لقطاع خاص؟ بطبع هون احنا بحاجة لدراسة كل موضوع بموضوعه. أول شيء ممكن يكون من خلال لايف سايكل كفيزابيليتي ستاديز. بالطبع المشاريع الحكومية أكثرها ممكن تكون مشاريع خدماتية، سواء بتكون إلا هي جدوى اجتماعية ولا جدوى خدماتية، بدل ما تكون جدوى اقتصادية وأرباح وإصدار ماركت من برودكت جديدة للماركت للسوق والتسويق وهالأمور هذا. من هاي الناحية مثلا من دراسات الجدوى بالطبع الشروط والمقيمات واللي بنستخدمها للموافقة على المشاريع قد تختلف. بس بستل نحن بحاجة لدراسات جدوى وبحاجة لعمل منظم ولمعايير محددة لكيف نختار المشاريع، مثل الخاص. بس مثل ما ان المعايير ممكن تختلف، انه بدل ما تكون جدوى اقتصادية ولا كوميرشال تكون اكثر اجتماعية ولا خدماتية.
الجزء الثاني دائما بلاقيه نحن كم بالمشاريع تختلف بالحكومي ولا الخاص بشكل عام، وهذا ملاحظه اكثر شيء بالدول العربيه. صراحه ما عندي خبره بالدول الاوروبيه كقطاع حكومي كيف بيستخدموا مشاريعهم. بس موضوع الميزانيه، عاده بالقطاع الحكومي اي اعمال تقام من داخل المؤسسات الميزانية توضع عادة لأي شيء اللي هو يعتبر third party، أما second party in external outsource. يعني هون نحن فينا نرجع قبل ما نحكي شوي بالمشروع الحكومي، نرجع بالعالم اليوم في مبدئيا عدة مدارس العلاقة بكلفة المشاريع. هلا بالطبع جزء كيف الشركات والمؤسسات والحكومات بتمول مشاريع. بالطبع عندنا شيء اسمه ممكن يكون الاوبريتنج او ما بزنس بلاننج او بادجيتنج، يعني الانيوال بادجيتنج اللي هو كل دائره من الادارات وكل قسم وكل وزاره وكل هيئه بتعمل ميزانيه السنويه وبتتضمن كل المشاريع اللي مفكره تنفذها خلال السنه. من هون بيعتبروا هن كل الموظفين اللي بدهم يشتغلوا على الموظفين اللي هن تابعين للمؤسسه اللي بدهم يشتغلوا على هيك مشاريع، يعتبر هن انه كلفتهم تحسب من ضمن الانيوال اوبريتنج بادجت، يعني من ضمن الدائره، اما القسم اما الوزاره مش ما بتتشرج على المشاريع، يعني ما بتكون حطها على كلفه المشروع. يعني مثل ما قلنا عندنا تنقول 5 موظفين من قسم الموارد البشريه عم يشتغلوا على مشروع، هو معاشاتهم وكلفتهم عم تجي من ضمن الانيوال بلان للدائره مش للمشروع. يعني هي بنسميه نحن انيوال بادجيتنج. وفي عندنا بطبع الجزء الثاني اللي هو بروجكت بيز اكاونتنج، اللي هو بطبع كل مشروع لازم يكون له ميزانيته، له ميزانيه خاصه. بالطبع من ضمنها هون بتدخل فيه كل الكلفه، كل كلفه المشروع اللي كانت داخليه من داخل المؤسسه ولا من خارجها، اللي كانت للاستشاريين والمقاولين وسيرفيس بروفايدر ولا للموظفين، تحسب على المشروع. هذا يعتبر سمو بروجكت بيز اكاونتنج. بالطبع هيدي بتدخل من ضمن الفاينانشال ستيتمنت والكابيتال اسيت تبع الشركه، تنقول عم نعمر مدرسه نحن، كلفه المدرسه اللي بيدخل بالفاينانشال ستيتمنت انه هيدي اسيت جديده، تنقول لوزاره التعليم انه عندهم اسيت جديده اللي هي مدرسه. ما بس كلفه الاكسترنال كوست هو اللي بينحسب على المشروع، كمان اي كلفات داخليه من اداره المشروع بتدخل على المشروع. هلا بالطبع يوجد مثل ما قلنا هالنوعين. معظم القطاع الحكومي اللي عم نواجهه ونحن عم نشوفه ونتعامل معه بيركز على موضوع الميزانيات وطريقة الميزانيات اللي هي تحسب من ضمن الـ annual budget. هل الحكومات لازم تغير هالشي؟ مش شرط أبدا، بالطبع ما في شيء بيمنع. بس نحن اللي بنقترحه دائما انه اوكي، اذا ما بدكم تحسبوا كلفة الموارد البشرية داخل المؤسسات على المشروع، على الأقل ينعمل لها ميزانية، ينعمل لها بالخطة، ينحدد تتحدد عدد الموارد البشرية ولا الموارد الثانية اللي احنا بحاجة لها على المشروع، من عدد الأشخاص لعدد الساعات. وبالطبع خلال التنفيذ بصير في مراقبة لنتأكد كمان انه هالخطة نحن تنقول حددنا على المشروع بده 1000 ساعة، خلال تنفيذه بصير في مراقبة لهالموضوع، وبالنهاية تنعرف هل فعلا تطلب 1000 ساعة أكثر ولا أقل وليش. بالطبع هيك مشان كمان على الاقل بصير في دقه اكثر باداره المشاريع. هلا هذا الشيء كمان ممكن يوصلنا لشيء اسمه بروفيت سنتر. ممكن البروفيت سنتر بيحتاج لموضوع لحاله، بس بشكل عام بصفه سريعه هون فينا نقول انه من كثير المؤسسات اللي بتعتمد الكونسبت انه البروجكت مانجمنت ديبارتمنت ولا البروجكت مانجمنت اوفيس هي بروفيت سنتر مش كوست سنتر، معناتها كل الموظفين اللي فيها تكاليفهم لازم تكون تتحول لما كلفة مشاريع، ولا تعتبر هالدائرة عم تخسر فلوس إذا مش قادرين. يعني إذا عندهم أشخاص زيادة عن اللزوم بالطبع في كلفة أعلى والأوفرهيد أعلى، وهذا الشيء بيأثر على المشاريع سلبيا. بينما إذا كان في بروفيت سنتر ممكن يكون في محاولة للتحكم وتقليل الكلفة أكتر. هلأ ما لح يعني بعتقد بهالجملتين اللي حكيتهم ما مش كيفين نميز نحن بين كلمة profit center و cost center، مشان هيك يمكن نخليهم لموضوع مستقبلي كفيديو مستقل. بس بشكل عام نرجع نركز انه اليوم وبنختم هالمشروع، انه احنا اليوم بحاجة، المؤسسات الحكومية بحاجة
تعتمد منهجيات واضحة ومخصصة، يعني تايلر ميد لإلهم للمؤسسات الحكومية. كل مؤسسة حسب حاجاتها، إذا ممكن تنعمل على مستوى الدولة وتتوزع على الهيئات والوزارات بالدولة، أما بإمارة أما بمحافظة حسب النظام الاستراكشر تبع الجفرمنت بهالدولة المحددة. وعلى أساسها بيصير في إدارة مشاريع، وهذا الشيء نحن عم نركز عليه بدل ما يكون في اعتماد على جينيريك ماتيريال وجينيريك مراجع من كانت من بي ام اي ولا من اي بي ام اي ولا من غيرها، ومن سيرتيفيكيشن كمان هي جينيريك مش مخصصة لنوع العمل بإدارة المشاريع الحكومية. هلا هالفيديو هذا له علاقة بموضوع حنبحث فيه أكثر وأكثر وننشر عنه أكثر وأكثر، اللي هو موضوع ضرورة أما أخذ المبادرة من قبل دول وحكومات على تأسيس مكتب وطني لإدارة المشاريع. هذا الشيء اللي عم نحكي فيه على ممكن يكون من ضمنه وضع منهجيات للحكومة ولمشاريع الحكومة. More on this later as they say. هلأ فينا نقول شكرا وإلى اللقاء.